وجيه من وجهاء السادة الرفاعية السيد رجب السيد عبد الله الرفاعي رحمه الله، وابنه كان عبد الله السيد رجب الرفاعي وعبد المطلب السيد رجب الرفاعي رحمهم الله كان، والدكتورة سعادة الله يطول عمرها وكل وزارة التربية السيد عبد الله السيد رجب السيد رجب السيد عبد الله السيد احمد الرفاعي، وهو كان وجيه من وجهاء السادة الرفاعي بدولة الكويت، وعصر الوالد السيد والسيد هاشم السيد احمد الرفاعي الوزير والنائب الشيخ الطريق الرفاعي الصوفية، وزرنا قبره اليوم وكل يوم والله. وابنه عبد الله السيد رجب الرفاعي ابو رائد السفير ورافد وركان كلهم ما شاء الله، وكان يعني ديوانهم في ضاحيه عبد الله السالم من يعني دواوين الساده الرفاعيه مثل ديوان الوالد السيد ساجد السيد عبد الرفاعي المنصوريه، ديوان محمد الوزير السابق ديوان الرفاعي محمد سليمان سيد علي الرفاعي بالشاميه، الدكتور ابراهيم سعيد مجيد الرفاعي باليرموك، وغيرهم وايد دواوين رفاعيه في كل مكان. حياك الله سيدي. هذا وكان هو تاجر رجل اعمال، وكان مكتبه باول سوق شارع فهد السالم شارع الجهره، كنا احنا صغار مره يوم صوب مكتبه انا اخوي قاضي محمد سيد الرفاعي رحمك الله، اليوم 16 رمضان 1445 26 3 2000